ويمكن السؤال ده اخواتي الكبار دكتور محمد ودكتور ممدوح عارفين تفاصيله. ليه بننقل المومياوات متحف الحضاره؟ لما قرروا ينشئوا متحفين كبار في القاهره غير متحف التحرير، المتحف المصري الكبير عند الهرم والمتحف القومي للحضاره المصريه عند الفسطاطي، معروف دايما ان كل متحف لازم يكون له بطل. البطل ده اللي يقول للناس يلا نروح متحف الحضاره، يعني احنا بنروح كل متحف عشان حاجه معينه تجذبنا اليه. متحف التحرير هو جذب مئات الملايين من السائحين من 1902 وحتى اليوم. الدوله المصريه ارتأت ان المتحفين دول، متحف التحرير اصبح غير قادر على استيعاب كم الاثار الضخم جدا اللي فيه، فقرروا ووجهوا لهم الشكر على بناء متحفين كبيرين، واحد متحف الحضاره اللي كان في الجزيره الاول ثم تم نقله الى منطقه الفسطاط، والمتحف المصري الكبير اللي عند منطقه الهرم. بدا البناء الفعلي للمتحفين دول في العقد الاول من القرن ال21. فكروا وقالوا عشان السائح يقدر يزور الثلاث متاحف هنحط المومياوات في متحف الحضاره، وهنحط توت عنخ امون في المتحف الكبير، وهنسيب في متحف التحرير لوحه نرمر وزوسر وخفرع ومنكورع وحتشبسوت واخناتون ويويا وتويا وكنوز تانيس، بحيث ان السائح لما يجي يضطر، لو اقدر استخدم اللفظ ده، عشان يتعرف على الحضاره المصريه يروح التحرير ويروح الكبير ويروح الحضاره. انا لما اخلي السائح يروح ثلاث متاحف بدل ما يروح متحف واحد، معناه ان هو هيقيم غالبا ليله زياده، فهيدفع فندق، فهياكل ثلاث وجبات زياده، هيركب مواصلات زياده، هيصرف زياده، وانت الدخل عندنا في السياحه ما بيتحسبش بعدد السائحين، بيتحسب بالصرف وبالمتوسط الليالي السياحيه. فاحنا كل ما نطول اقامه السائح بنكسب اكتر كدوله. تاني حاجه، المصريين، بدل المصريين ما يشوفوا كل اثارهم في متحف صغير، بيودعهم في ثلاث متاحف بحيث يقدر ان هو يروح مره واثنين وثلاثه. ودايما ثقافه الشعوب والدول المتقدمه بتتقاس بعدد المتاحف والمباني الثقافيه اللي موجوده فيها. كده النهارده المومياوات هتعرض ان شاء الله للجمهور يوم 18 ابريل، فاي ضيف هيجي مصر ما ينفعش ما يروحش المومياوات، هيضطر يروح فين؟ الحضاره. طب عايز يشوف نرمر وزوسر وخفرع وحتشبسوت وخناتون يروح فين؟ التحرير. هيمشي ولا ما يشوف بتاع خامون؟ ما ينفعش، هيروح رايح فين؟ الكبير. فشركات السياحه كلها بتضطر تغير ايه؟ برامجها كلها، والسائح يقعد اكتر وهكذا. فانا بوجه الشكر ان بدأوا المتاحف دي، واحنا بنشكر في ان احنا بنحاول ان احنا نكمل اللي هم بدأوه.